أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من الميادين، وتتابعون في أبرز العناوين. دول الاتحاد الأوروبي تقاطع مؤتمر وارسو ضد إيران بحسب ما تنقل وول ستريت جورنال عن مصادر دبلوماسية. مقتل متظاهرين في أوسع موجة احتجاجات مطلبية تشهدها العاصمة السودانية. الاحتلال يهدم منزل الأسير الجريح خليل جبارين، ومنظمة بيت سالم الإسرائيلية تؤكد استشهاد عشرات الفلسطينيين العزل برصاص الاحتلال العام الماضي. وزارة الدفاع البريطانية تستدعي جنود الاحتياط تحسباً لبريكزيت من دون اتفاق. عشية انطلاق القمة الاقتصادية في بيروت، وزراء الخارجية العرب يعقدون اليوم اجتماعاً تحضيرياً. وتتابعون في النشرة أيضاً الشوكولا أفضل دواء للسعال. أهلاً بكم. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر دبلوماسية أوروبية أن مفوضية الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني لن تشارك في مؤتمر وارسو فضلاً عن دول أوروبية أخرى. ووفق الصحيفة فإن عدم المشاركة يعود إلى عدم وضوح الأهداف من القمة بالنسبة للأوروبيين، فضلاً عن نظرتهم إلى اختيار واشنطن وارسو مكاناً لانعقاد القمة كمحاولة لشق الصف الأوروبي. ونقلت الصحيفة عن المصدر أن الاتحاد الأوروبي لن ينضم إلى تحالف ضد إيران. من جانب آخر، أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن بلاده ستبقي على وجودها العسكري في سوريا والعراق هذا العام. وفي كلمة للقوات المسلحة في تولوز، قال ماكرون أن مقتل 4 جنود أمريكيين في سوريا يظهر أن المعركة ضد داعش مستمرة. سنبقي عسكريين منخرطين في الشرق الأوسط كجزء من التحالف الدولي هذا العام. بالطبع سنقوم بمراجعة انتشارنا العسكري العالمي وفقا للعمليات والوضع السياسي، لأن هدفنا السياسي في المنطقة هو الاستقرار الشامل، وهو الأمر الوحيد الذي سيساعد في الحد من عدد الإرهابيين ومنع عودتهم. الناطق باسم الحكومة البريطانية أدين سومويل أشار إلى أن بلاده تخشى أن يؤثر الانسحاب الأمريكي على التقدم الذي أحرز في محاربة داعش. وفي مقابلة خاصة بالميادين، حث سومويل واشنطن على تنظيم ترتيب الانسحاب من سوريا. انسحاب الأمريكان هذا شان للأمريكان، لكن من قبل الحكومة البريطانية حثنا الأمريكان للانسحاب المرتب من الأراضي السورية، خاصة لأن التقدمات الكبيرة العسكرية على قوة داعش هناك هي كانت كبيرة وضخمة في السنوات الماضية، ولا نريد أن نهددها. اتهم مسؤول العلاقات الدبلوماسية في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم الاستخبارات التركية بالوقوف خلف تفجير منبش، وذلك لتسريع الانسحاب الأمريكي من سوريا. بالنسبة للتفجير الذي حدث في منبش في هذه الظروف، هناك أطراف سياسية تعتمد على الإرهاب لتحقيق غايات سياسية. نحن نعتقد طبعا ربما الأدوات هي داعش أو غير داعش أو العصابات التي كانت تشتغل سابقا في منبج، يعني مثل القيام أو غيرها، ولكن هناك طرف يستخدم الإرهاب كوسيلة لتحقيق غايات سياسية. في هذه الظروف كل الظنون تذهب نحو تركيا، يعني داعش ربما يعلن أو أي منظمة ثانية تعلن عن أنها هي التي قامت، ولكن المسألة ليس كذلك. من الذي استخدم هذه الوسيلة؟ هذا وأعلن التحالف الأمريكي في سوريا أنه قام بتدمير مركز قيادة داخل مسجد في شرق سوريا. التحالف قال في بيان له أن طائرات مقاتلة دمرت مركز قيادة وتحكم لداعش داخل مسجد في الصفافية. وأضاف البيان أن تنظيم داعش يستمر في خرق قواعد الاشتباك وإساءة استخدام المنشآت الخاضعة للحماية مثل المستشفيات والمساجد، ما يؤدي إلى خسارة المنشآت لهذه الصفة. أعلن الحشد الشعبي العراقي مقتل 15 عنصرا من داعش في قصف للحشد استهدف مواقعهم داخل الأراضي السورية. ووفق موقع الحشد فإن القصف استهدف داعش في منطقة سوسة السورية بناء على معلومات استخبارية.
إلى السودان، حيث قتل طبيب وطفل برصاص أطلقته قوات الأمن على متظاهرين في الخرطوم، ما أدى أيضا إلى جرح آخرين. وفي تحركات تعد الأكبر منذ 19 من الشهر الماضي، انطلقت سلسلة تظاهرات في عدد من الولايات السودانية تحت شعار موكب 17 من يناير. المتظاهرون توجهوا إلى قصر الرئاسة لتقديم مذكرة تطالب برحيل الرئيس عمر حسن البشير. وينضم إلينا من الخرطوم الصحفي في جريدة الأخبار السودانية سيد مرتضى أحمد. أهلا بك سيد مرتضى. فيما يتعلق بمقتل الطبيب والطفل، هل من معلومات حول ذلك، خصوصا وأنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في مقتل متظاهرين في وقت سابق في التظاهرات أيضا؟ نعم، مرحب بكم. في البداية أترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا في ثورتنا السلمية. بكل أسف راح ضحية الاحتجاجات الأمس طبيب وطفل تظاهروا سلميا من أجل نيل حقوقهم المشروعة. هذا النهج يعني يعكس مدى انتهاج النظام لمنهج العنف والقمع في مواجهة المتظاهرين السلميين. بكل تأكيد هذا الشيء ولد حالة من الغضب لدى الشارع السوداني وأتى بنتائج عكسية خلافا لما يرغب فيه النظام. النظام يرغب في تخويف المتظاهرين وكبح جماح الثورة من خلال ممارسة القتل والقمع، ولكن هذا الشيء يعني كانت نتائجه عكسية على النظام. الآن الثورة تكتسب كل يوم أنصار جدد، تكتسب تعاطف جديد من خلال الذي يعني شاهدناه بالأمس. المتظاهرون السلميون كلما يعني مارست قوات الأمن الرصاص في مواجهتهم، كلما يعني اشتدوا وفتحوا صدورهم للرصاص تحت شعار سلمية سلمية ضد الحرامية. سيد مرتضى، ولكن أيضا يعني تم الإعلان عن تشكيل لجنة للتحقيق في مقتل المتظاهرين، يعني هل من نتائج لهذا التحقيق؟ ولا يعني ألا يمثل ذلك مؤشرا بأنه لا يوجد ربما هناك منهجية أو تعمد للقتل بتشكيل هذه اللجنة؟ هذه مجرد لجنة. المجرم لا يتغصى عن جرائمه. هؤلاء الذين هم في تكوين هذه اللجنة كلهم شركاء في هذه الجريمة، شركاء في قتل أبناء الشعب السوداني، فلا ينبغي أن نرجع منهم أي نتائج ربما تعيد أو تجبر الضرر لذوي الضحايا. طب ما المتوقع الخطوات الاحتجاجية القادمة؟ نعم، ما المتوقع من خطوات احتجاجية قادمة؟ المتوقع أن تستمر هذه الاحتجاجات السلمية في مواجهة النظام، لأن الجميع يعني توصل إلى قناعة بأن هذا النظام ليس يمضي في قتل المتظاهرين فحسب، وإنما يمضي في قتل الاقتصاد من خلال خطوات أكثر كارثية. يمضي النظام الآن في ضخ عملات جديدة من فئة 100 جنيه وال 500 جنيه، وهذه ستكون آثارها اقتصادية تضخمية على الاقتصاد السوداني. القناعة الآن لكل الشعب السوداني أن يمضي في هذه الثورة السلمية إلى أن يقتلع هذا النظام من جذوره. ألا يوجد ربما يعني مؤشرات لأي حوار ربما قد يجري بين المعارضة والسلطة؟ لا يوجد حوار. هذا النظام ممسك بكل مغاليد السلطة، والآن حتى في خطاباته على مستوى الرئيس على مستوى قادته، الآن كل الخطاب الاستعلائي ما زال سائدا. هم لا ينظرون الآن إلى هذه باعتبارها ثورة للشعب السوداني، وإنما يعني يروجون على أساس إنها مجموعة محدودة تريد أن تخرج على القانون، وأنهم يتحدون يعني أو ينقلون إلى الناس إلى انتخابات 2020. ونحن نقول لهم أن الدكتاتور لا يذهب بالانتخابات، وإنما يذهب بالثورات، وإنما يذهب بإرادة الشعوب. نعم. كل الشكر لك سيد مرتضى أحمد، وحضرتك صحفي في جريدة الأخبار السودانية، كنت معنا من الخرطوم. هدمت قوات الاحتلال فجر اليوم منزل عائلة الأسير الجريح خليل جبرين في يأطة أو في يأطة جنوب الخليل. جبرين كان قد اعتقل في 16 من أيلول الماضي بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه بعد تنفيذه عملية طعن بالقرب من مفترق
عطسمون أدت إلى مقتل ضابط احتياط في جيش الاحتلال. ذكرت منظمة بيت سلم الإسرائيلية أن قوات الإسرائيلية قتلت 290 فلسطينيا العام الماضي، معظمهم لم يشاركوا في أعمال عدائية. المنظمة قالت أن القوات الإسرائيلية قتلت 190 فلسطينيا من المشاركين في تظاهرات قطاع غزة، معظمهم كانوا غير مسلحين ولم يمثلوا خطرا على أحد. وأكد التقرير أيضا قيام القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على 3 فلسطينيين وقتلهم بعد أن اتهمتهم خطأ بمحاولة تنفيذ عملية دهس في الضفة الغربية. وينضم إلينا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة زميل ناصر لحام. صباح الخير ناصر، كيف نفهم ما جاء في هذا التقرير؟ يعني القتل للفلسطينيين فلسطينيين أبرياء لم يكونوا يقومون فعليا بعمليات دهس كما كانت تتهمهم قوات الاحتلال الإسرائيلي. بالتأكيد وفاء، نحن شاهد على العصر، في كل يوم كنا نبث هذه الأخبار، لكن تجميعها والوصول إلى هذه الداتا والأرقام هذا يؤكد على أن الأرقام عادة محجوبة، الأرقام الموجودة عند الإسرائيليين محجوبة عن الفلسطينيين. منظمة بيت سالم لحقوق الإنسان في إسرائيل كونهم إسرائيليين يصلون إلى الداتا وإلى المعلومات، هذه الأرقام مخيفة ومرعبة في الوقت الذي تهدم فيه قوات الاحتلال منزل الجريح الأسير خليل الجبرين من مدينة يطا. نجد بأن محكمة الاحتلال نفسها تطلق سراح 3 من نفس عمر خليل جبرين، لكن اليهود قاموا بقتل الشهيدة عائشة الرابي قبل شهرين برجم الحجارة، أطلقت سراحهم، لم تهدم منازل اليهود ولا غير. عملية التصنيف وعملية عرض الأرقام مرعبة حقيقة، عملية انفلات عند جنود الاحتلال في إطلاق النار على فئة عمرية محددة من الشبان الصغار، عملية إعدام الجرحى، عملية إطلاق النار الحي على المدنيين العزل، نتحدث عن 255، نتحدث عن 35 طفل في الضفة الغربية، 24 طفل في قطاع غزة، هذه محق الأطفال والشبان الصغار وقمع للتظاهرات السلمية التي كفلها العالم كله. وبالمقابل هدم المنازل هي جريمة دولية كانت إسرائيل توقفت بها والآن عادت إليها. نحن نتحدث عن سلسلة جرائم منظمة، أي أن هؤلاء الجنود يتلقون الأوامر من ضباط أعلى رتبة وتحميهم المحاكم ويحميهم الوزراء ويحميهم المستوى السياسي الإسرائيلي. نحن أمام مشهد قاتم سوداوي يدل على وصول مرحلة حقوق الإنسان في إسرائيل إلى مرحلة عنصرية خطيرة جدا. نعم ناصر، ما هي مفاعيل هذا التقرير في إدانة الاحتلال الإسرائيلي وتأثيره؟ أولا على صعيد المجتمع الفلسطيني كما قلنا، نحن نشهد بيانات ونشهد مواقف من المؤسسات الرسمية والدولية والدبلوماسية الفلسطينية تؤكد على ذلك. أما على صعيد الدولي يمكن استخدامه دائما في منظمات حقوق الإنسان بالذات، يستطيب العالم أن يصدق تقارير نابعة من داخل إسرائيل من إسرائيليين مثل شبري مشتكاكا سيروس صمتو، هم جنود إسرائيليين فضحوا جرائم الاحتلال، أو بتسلم منظمة سلام إسرائيلية. لو كانت هذه المنظمة لبنانية أو سورية أو فلسطينية لشككت بعض دول العالم فيها، لكن الآن حتى رئيس إسرائيل لا يستطيع أن يشكك فيها كونها تقرير إسرائيلي. طيب كل الشكر لك زميل ناصر لحام مدير مكتب الميادين في فلسطين، كنت معنا من بيت لحم على هذه المعلومات. تسعى شركة إسرائيلية إلى تعزيز وجودها في القدس المحتلة في خطوة تهدف إلى تهويد اقتصادي للمدينة المقدسة. هناء محمد. بالكاد مضى أسبوع على افتتاح هذا المركز التجاري الإسرائيلي، أسبوع تلقى خلاله ضربتين بالزجاجات الحارقة. فرجل الأعمال الإسرائيلي رامي ليفي صاحب إحدى أكبر شبكات الأغذية المنتشرة في المستوطنات أقام هذا المركز في أكثر المواقع تعبيرا عن الاحتلال. أين؟ بلصق جدار الفصل العنصري. أهداف هذه المجمعات التجارية والشركات التجارية الإسرائيلية في القدس هو تطبيع وجود الإسرائيلي أمام الفلسطيني، بحيث يصبح الفلسطيني مرتبط في مختلف جوانب حياته بسوق العمل الإسرائيلي وبسوق الاستهلاك الإسرائيلي. نتيجة ذلك بعد سنوات طويلة من هذا التعود وهذا التطبيع لوجود الإسرائيلي، ينظر الفلسطيني للإسرائيلي وكأنه ليس عدو يحتاج إلى مقاومته وإلى طرده من هذه البلاد.
لا تقتصر عملية اختراق السوق الفلسطينية من قبل كبريات الشركات الإسرائيلية على المثال الصارخ هنا، بل إنها تطال قلب القدس التجاري وفي أعرق الشوارع. في شارعي الزهرة وصلاح الدين خمس شبكات إسرائيلية افتتحت في السنوات القليلة الأخيرة مستغلة ضعف القطاع التجاري. اليوم إذا أنت بضلك تشتري من المحلات هاي أنت عمال تضعف التاجر الفلسطيني المقدسي، والتاجر المقدسي لما بضعف بكرة بسكر محله وبنتقل للضفة الغربية أو بروح بشتغل عامل عند الإسرائيليين، وأنت عمال بتشتري منتوج إسرائيلي، عمال بتقوي الاحتلال الإسرائيلي، عم بتقوي مؤسسات إسرائيلية اللي بتدعم الاحتلال وبتدعم آلة الاحتلال وبتدعم وزارة الدفاع اللي بتشتري سلاح وعمال بتقتلنا بتعاود. الاحتلال الاقتصادي هذا يعتمد على معادلة الاستقرار المادي مقابل السلام، فتتوفر البضائع الرخيصة وفرص العمل كذلك، ولا سيما بعد انقطاع القدس عن محيطها الفلسطيني ومضختها الاقتصادية بفعل الجدار الفاصل. مقابل هذا سيحتاج تدعيم السوق الفلسطينية إلى الرؤية الاستراتيجية والمواكبة العصرية، ولا بد أيضا من الدعم المالي. هناء محميد، القدس المحتلة، الميادين. قال رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي أن إعلان الأمم المتحدة عدم معرفة مصدر النيران التي أطلقت على فريقها في محافظة الحديدة يثير القلق ويشكك في دقة تقارير فريقها المرفوعة لمجلس الأمن. الحوثي اعتبر أن إعلان الأمم المتحدة يعد تسترا على نيران دول التحالف السعودي ويثبت عدم حيادية فريقها، مشددا على أن ذلك يدل على تدني خبرة الفريق الأممي وارتباكه. في ليبيا أفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الضحايا جراء اشتباكات بين جماعات مسلحة في العاصمة طرابلس إلى 10 قتلى و 41 مصابا، واندلع القتال هذا الأسبوع بين جماعات مسلحة متنافسة في جنوب العاصمة في خرق لهدة توسطت فيها الأمم المتحدة في أيلول سبتمبر الماضي. وزارة الصحة قالت إن من بين الضحايا نساء وأطفال. تتابعونا في النشرة بعد الفاصل. الإقفال الحكومي يمنع ترامب من حضور دافوس. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة من الميادين. أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن الإضراب يهدف أولا إلى استعادة استقلالية القرار التونسي في وجه محاولات بيع البلاد، وعم الإضراب تونس تلبية لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل احتجاجا على رفض الحكومة رفع أجور الموظفين. بلال مبروك. لا مش صحيح، فبالتالي باعوا تونس وراحوا تونس، فتونس لازم تسلموا فيها. الاتحاد العام التونسي للشغل يرفع الصوت عاليا قيادة وقواعد شعبية. إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية ورسائل وجهت للداخل والخارج. لا تنازل عن حقوق الشغالين بالفكر والساعد، ولا مجال للتفريط في استقلالية القرار الوطني. أما الرسالة الأشد فكانت موجهة للحكومة. هو اللي ورط البلاد توا، التصرف المسؤول ما جوعش الشعب، ما يفقرش الشعب، ما يخليش العمال من غير الزيادات، يشوف الاسعار نتاعو، يلعب على المصطلحات. فاليوم على الطرف المقابل ان يعي ان هناك منظمه في حجم الاتحاد العام التونسي للشغل لا يمكن تجاوزها بالمره. مواقف تصعيديه عبرت عنها قياده الاتحاد التي اكدت نجاح الاضراب بنسبه قياسيه، كاشفه عن خطوات تصعيديه ستعقب اجتماع الهيئه الاداريه السبت المقبل اذا لم تستجب الحكومه لمطالب الاتحاد. الاضراب حقق نتائج عاجله جدا، نعتبره الى حد الان ناجح بنسبه 100%. الهيئه الاداريه هي محلوله على كل الاقتراحات، محلوله على دور فعال النقابيين، ومحلوله زاده باش تكون يعني ملبية لصوت الشغالين. الوضع مرشح إلى مزيد من الاحتقان إذن، فالأزمة لم تعد مطلبية فحسب، بل أصبحت سياسية بالنظر إلى اختلاف الرؤى والطروحات بين الجانب الحكومي ومنظمة الشغيلة.
نجح الاتحاد العام التونسي للشغل في التعبير عن رفضه لسياسات الحكومة لجهة التعاطي مع الملفات الاجتماعية العالقة، فيما يعول عموم التونسيين على حل اللحظات الأخيرة لإبعاد شبح الأزمة. بلال مبروك، تونس، الميادين. رسائل متعددة لا تخلو من التحدي للحكومة وللائتلاف الحاكم، وجهها الإضراب العام للاتحاد العام التونسي للشغل ومسيرته الشعبية الحاشدة، كما لوح الاتحاد بخطوات تصعيدية. عماد شطارة. أعلن التحدي وكسب المواجهة. الاتحاد العام التونسي للشغل حرص على أن يكون الإضراب العام محطة يثبت من خلالها للداخل والخارج قدرته على إنجاح التحرك من حيث التأطير والتنظيم والتفاف المنضوين إليه حول خياراته، وبالخصوص من حيث توجيه الرسائل لمن راهن على تقليم أظافر المنظمة النقابية أو اختراقها لتحجيم دورها وحضورها في المشهد. حدة في الخطاب ورفع لسقف التحدي بتصعيد التحركات والتصدي لخصخصة مؤسسات القطاع العام، يعيد إلى الأذهان موقف الاتحاد المعلن بشأن الحكومة منذ أشهر خلت، وهو الذي وصف خياراتها بالفاشلة ودعا إلى رحيلها، ثم انسحب من حوار قرطاج محملا الائتلاف الحاكم مسؤولية خياراته. الأزمة ليست وليدة اللحظة ولن تحل بجلسة تفاوضية، فالخلاف أعمق وأشد والمواجهة مرشحة إلى التصعيد. الخلاف يبدأ بالدفاع عن السيادة الوطنية جراء انصياع الحكومة التام لإملاءات صندوق النقد الدولي، ويتواصل لرفض السياسات الليبرالية المتوحشة التي تمنح امتيازات لأرباب المال والأعمال وتغض النظر عن رموز الفساد واستفحال الاقتصاد الموازي الذي يضرب الاقتصاد الوطني المنظم في العمق لمصلحة بعض المتنفذين، فيما يتحمل الشغالون معظم الأعباء الجبائية. الخلاف يمتد أيضا إلى موقع تونس من القضايا العربية والقومية وانخراط الحكومة في سياسات المحاور التي حادت عن نبض الشارع في تعلقه بالقضية الفلسطينية ومناصرته لحق الشعب اليمني في تقرير المصير ودعواته المتكررة إلى إعادة العلاقات مع سوريا. اليوم حكومة الشاهد في واد، والاتحاد العام التونسي للشغل والشغالون بالفكر والساعد في واد آخر، وحسابات الأحزاب للاستحقاقات الانتخابية هي التي قد تدخل على الخط باتجاه إشعال فتيل الأزمة أو إخمادها بحسب مصالحها وحساباتها. القرارات التصعيدية المرتقبة من الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل السبت المقبل قد تكون محددة في استقراء تطور الصراع ومآلاته. مشترى تونس، الميادين. استدعت وزارة الدفاع البريطانية جنود الاحتياط لمدة عام واحد استعدادا لاحتمال خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. ووفق وثيقة قدمتها الوزارة، فإن الاستدعاء سيتم اعتبارا من العاشر من الشهر المقبل، وذلك بهدف مساعدة الحكومة على التخفيف من الآثار التي قد تنجم عن الانفصال لناحية سلامة المواطنين والاستقرار الاقتصادي في البلاد. زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن أعلن أن الحزب قد يدعم استفتاء ثانيا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا ما رفضت الحكومة مقترحاته. موسى سرور. نجت تيريزا ماي من تصويت حجب الثقة، لكنها لا تزال تتخبط في تمرير صفقة البريكزيت، تخبط دفعها إلى المبادرة إلى طاولة حوار مع زعماء الأحزاب البريطانية للوصول إلى تسوية بشأن البريكزيت، مبادرة اصطدمت بشرط مسبق لزعيم المعارضة جيرمي كوربن للجلوس معها، ألا وهو تخليها عن خيار البريكزيت من دون اتفاق. ماي ورغم خيبة أملها من موقف كوربن، إلا أنها تركت الباب مفتوحا له وأعلنت أن الطريق الوحيد لبريكزيت من دون اتفاق هو الوصول إلى اتفاق يحظى بالأغلبية في البرلمان.
في ظل احتمال مواجهة البلاد الخيار الكارثية المتمثلة بالانسحاب من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، واجبنا أن نبحث عن خيارات أخرى، ومن ضمنها خيار اللجوء إلى استفتاء ثان. امتناع كوربن عن الجلوس مع رئيسة الوزراء أغضب المحافظين فضلا عن حيرة بعض نواب حزبه، لكن كوربن أبقى كل الخيارات مفتوحة، ومنها إعادة طلب التصويت على حجب الثقة عن الحكومة فضلا عن خيار إجراء استفتاء ثان بشأن البريكزيت. استفتاء إجراء ثاني يتطلب إلغاء قانون موجود، الخروج الآن يوم 29 هو قانون، وحسب الدستور البريطاني غير المكتوب أنه لا يمكن إلغاء قانون إلا بصدور قانون آخر. لا يوجد في الأجندة البرلمانية وقت كافي للمناقشة وإصدار قانون جديد، سواء بتأجيل المادة 50 أو سواء لإجراء استفتاء آخر. الحكومة البريطانية حددت 29 من الشهر الحالي للتصويت على الخطة البديلة للبريكزيت، موعد يشير إلى أن الحكومة منحت نفسها وقتا للوصول إلى تسوية برلمانية في ظل المؤشرات التي تتحدث بقوة عن خروج من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فرنسا التي أعلن رئيس وزرائها إدوار فيليب عن إجراءات تشريعية وتدابير في المطارات والموانئ للتخفيف من أثار البريكزيت من دون اتفاق. تعيش بلاد الضباب أزمة حكم حقيقية في ظل عجز الحكومة عن اجتراح حل لملف البريكزيت، أزمة قد تتفاقم وتصيب وحدة البلاد وسط تصاعد الحملات الانفصالية في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية بعد رجحان خيار الخروج من دون اتفاق. موسى سرور، لندن، الميادين. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تسمح لإيران بإجراء تجارب إطلاق جديدة لصواريخ الفضاء، وفي كلمة له في البنتاغون شدد على أن واشنطن ملتزمة بإقامة برنامج صاروخي يغطي كل البلاد. استراتيجيتنا الجديدة تتطلب إجراء 6 تغييرات رئيسية في مجال الدفاع الصاروخي. الأولوية ستكون للدفاع عن الشعب الأمريكي قبل أي شيء. يجب إنشاء 20 منصة اعتراض أرضية جديدة ورادارات وأجهزة استشعار من أجل الكشف عن أي صواريخ غريبة توجه ضد شعبنا. نحن ملتزمون بتأسيس برنامج دفاع صاروخي قادر على حماية كل الولايات المتحدة، ولن نفاوض أبدا على حقنا في القيام بذلك. كذلك سنركز على تطوير التقنيات الجديدة إلى جانب الأنظمة القائمة. العالم يتغير وسنتغير بوتيرة أسرع مما هي في باقي العالم. هذا وألغى الرئيس الأمريكي رحلة الوفد الأمريكي لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي. المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أكدت في بيان لها أن قرار ترامب سببه وجود حاجة إلى بقاء المسؤولين الأمريكيين في واشنطن لمواجهة أزمة إغلاق الحكومة الفيدرالية. ترامب طلب أيضا من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عدم السفر إلى أفغانستان لأن الإغلاق الحكومي لا يتيح لها استخدام الطائرة العسكرية المقررة للسفر. بيلوسي دعت إلى إعادة تفعيل عمل الحكومة الأمريكية متهمة ترامب بتقويض أمن البلاد. الإغلاق غير المبرر للحكومة الأمريكية يزيد من معاناتنا. مواصلة إغلاق الحكومة لمدة أطول سيؤثر سلبا على حياة أولئك الأمريكيين العاملين في كل القطاعات في الولايات المتحدة. يعقد وزراء الخارجية العرب اليوم اجتماعا إعداديا للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية المقررة في 20 من الشهر الحالي. وكانت أعمال القمة قد انطلقت يوم الخميس في جلسة للجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة. وبعد الجلسة أكدت مندوبة لبنان المديرة العامة لوزارة الاقتصاد علي عباس أن المجتمعين ناقشوا ملف النازحين وإنشاء اتحاد جمركي عربي، وكشفت أن لبنان قدم رؤية عربية موحدة في مجال الاقتصاد الرقمي. وينضم إلينا من بيروت مراسل ميادين محمد محسن ليضعنا في أجواء هذه القمة الاقتصادية، خصوصا وأن اليوم يعني هناك اجتماع لوزراء الخارجية العرب. محمد، ما المتوقع؟
يعني بالفعل وفاء الآن يعني يستكمل نقاش البنود التي جرى نقاشها وإقرار بعضها بالأمس بانتظار انعقاد المؤتمر على مستوى وزراء الخارجية أو من ينوب عنهم في هذه القمة الذي سيبدأ بعد نحو ساعتين من الآن. فيما يخص القمة يعني بات معلوما ومؤكدا للجميع أنه لن يشارك في القمة على مستوى الرؤساء الأحد المقبل، إضافة إلى الرئيس اللبناني ميشيل عون بصفة لبنان كمنظم للقمة، الرئيسان الموريتاني والصومالي، فيما ستتنوع مستويات تمثيل الوفود الأخرى. فيما يخص البنود وجدول الأعمال الواسع الذي سيتم نقاشه في هذه القمة الاقتصادية التنموية الاجتماعية، دعيني يعني أعدد أبرز البنود التي سيتم نقاشها، وسيتم إقرار البيان النهائي للقمة اليوم في هذا المؤتمر في الجلسة المغلقة الختامية لتقديمه للقمة التي ستعقد يوم الأحد. أبرز البنود هي الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة عام 2030، السوق العربية المشتركة للكهرباء، هناك حديث أيضا البنود التي ستكون حول استراتيجية التنمية القطاعية في القدس وإنجازات صندوقي القدس والأقصى. هناك أيضا موضوع بارز وهو أيضا موضع جدال يعني على المستوى السياسي داخل القمة، وهو ما يرتبط بالنازحين السوريين وتحديدا تحت عنوان الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول المستضيفة. هذا موضوع جدلي بطبيعة الحال يرتبط بالملف السياسي ورؤية الدول العربية والرؤى المتباينة بين الدول العربية إذا هذا الملف. مثلا لبنان مصر على أن يكون هناك بند في المقررات يتحدث عن عودة طوعية للنازحين السوريين، مع تأكيد على فصل هذه العودة عن مسار الحل السياسي، فيما هناك دول عربية ما زالت ترفض وضع هذا الأمر في البيان الختامي وفي البيان السياسي للقمة إن صح التعبير، على قاعدة إصرار هذه الدول على ربط عودة النازحين بمسألة الحل السياسي. هذا أيضا سيكون كما علمنا سيكون بند أساسي في خطاب رئيس الجمهورية اللبناني يوم الأحد للقمة حول مسألة عودة النازحين. أيضا هناك مسألة الأونروا يعني مسألة اللاجئين الفلسطينيين، التحديات التي تواجهها الأونروا أخيرا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين، هذا أيضا موضوع سيكون مدار بحث اليوم في الجلسة التي ستعقد على مستوى وزراء الخارجية، إضافة إلى مسألة مثلا عمالة الأطفال في المنطقة العربية. بالمجمل هذه العناوين وفاء من حيث الزاوية التنظيمية إن صح التعبير للمؤتمر. من حيث الجانب السياسي هناك يعني بوضوح ضعف على مستوى التمثيل في هذا المؤتمر، ضعف على مستوى التمثيل يتعامل معه هنا في لبنان يعني عبر أكثر من قراءة لهذا الضعف في التمثيل، أكثر من قراءة سياسية. مصادر دبلوماسية يعني في الجامعة العربية تحدثت لنا عن أن ما يروج عن أن ضعف التمثيل هو فشل للقمة هو أمر يعني لا يمكن اعتباره صحيحا، سيما أنها قمة اقتصادية اجتماعية تنموية وأن المقررات ستتخذ وأن كل الوفود المرسلة هي على مستوى يعني معها صلاحيات من الرؤساء. وأيضا في المقابل هنا قراءة سياسية أخرى أيضا هنا تتداول بقوة في لبنان، وأن يعني انخفاض مستوى التمثيل هو مؤشر سياسي على توجه نحو عدم إنجاح هذه القمة في لبنان على مستوى التمثيل السياسي، وذلك لعدة أمور ترتبط ربما يعني ليس ربما ولكن بحسب المعلومات بالجولة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في دول المنطقة، بالجولة التي قام بها ديفيد هيل في يعني هو من أهم موظفي الخارجية الأمريكية في لبنان، والتي تحدث فيها عن رفض إعادة إعمار سوريا، المشاركة لبنان في إعادة إعمار
استعمار سوريا وأيضا عن إضعاف مستوى القمة، سيما وأن هناك كانت دول قد أعلنت مشاركتها على مستوى الرؤساء وفجأة في اليومين الأخيرين قررت عدم المشاركة. هناك قراءات متباينة وستتبلور أكثر سنتابع في اليومين المقبلين ريثما تنعقد القمة على المستوى الرئاسي. نعم سنتابع وإياك بكل تأكيد أجواء القمة ومقررات القمة وما يعني تخرج به هذه القمة. كل الشكر لك زميل محمد محسن مراسل مدين كنت معنا من بيروت. أظهرت دراسة جديدة أجرتها جامعة هال في يوركشاير بإنجلترا أن الشوكولا يمكن أن تكون علاجا أفضل من الأدوية لعلاج السعال. الدراسة استعانت ب 163 مريضا تناول بعضهم شراب الكوديين الذي عادة ما يستخدم الذين يعانون من السعال، فيما تناول آخرون دواء يحتوي على الشوكولا يسمى روكوكو. وتبين أن المرضى الذين تناولوا الدواء الذي يحتوي على الشوكولا تحسنت حالتهم بشكل كبير في غضون يومين، ويعزو القائمون على الدراسة سبب ذلك إلى خصائص مادة الكاكاو التي تحتوي عليها الشوكولا لأنها تحمي نهايات الأعصاب التي يمكن أن تتسبب أو تسبب السعال. إلى موجز الاقتصاد مع زميل عبد الله ظاهر. صباح الخير عبد الله. صباح الخير. عليك بالشوكولا كل صباح. شكرا لك. تفضل. شكرا. صباح الخير مشاهدينا، أهلا بكم إلى موجز الاقتصاد في العاشرة، حيث أكد نقيب مقاولي الأردن أحمد اليعقوب أنه سينقل إلى المستثمرين الأردنيين المشاريع المطروحة للتنفيذ من جانب الحكومة السورية. وعقب لقائه رئيس مجلس الشعب السوري حمود الصباغ قال اليعقوب إن الاستعدادات في سوريا اكتملت لإطلاق عملية إعادة الأعمار والبدء بمشاريع ترميم البنى التحتية. ما رأينا اليوم أنه في استعدادات واضحة تماما، عرض علينا اليوم إحنا مشاريع استثمارية موجودة لدى الحكومة السورية يمكن البدء فيها فورا، وبالتالي إحنا إن شاء الله رايحين نبدأ بطرح هذه المشاريع على المستثمرين. أهم البنود اللي تم طرحها على موضوع استثمارات، تم طرح برنامج بتطوير العقاري، ورجونا المناطق اللي هي تطور عراقيا 10 مناطق عرضوها علينا بسلايدات، وأخذنا نسخ سي دي وزودوها لأعضاء نقابة المقاولين الأردنيين لعرضها على المستثمرين في الأردن. هذا ونفى وزير المال السوري مأمون حمدان فرض أي زيادة على الرسوم والضرائب المعمول بها لدى الجهات العامة. كلام حمدان يأتي ردا على ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن زيادة نسبتها 10% في الضرائب المفروضة على سلع وخدمات. أكد حمدان أنه لم يطرأ أي زيادة ضريبية على المواطن السوري منذ عام 2010 وأن الأخبار الأخيرة غير صحيحة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشن ناقش رفع بعض الرسوم الجمركية أو جميعها المفروضة على واردات صينية. واقترح مينوتشن تقديم عرض بإلغاء تلك الرسوم أثناء المناقشات التجارية التي تبدأ بين البلدين في 30 من كانون الثاني يناير. وأشارت الصحيفة إلى أن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر قاوم الفكرة ما أعاق نقل الاقتراح إلى الرئيس دونالد ترامب. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لاستثمار مليار و400 مليون دولار عبر شركة غازبروم لمد أنابيب السيل التركي إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر أراضي صربيا. وخلال زيارته صربيا أكد بوتين أن قطاع الطاقة الروسي يملك قدرات كافية لإنجاز مشاريع الغاز كافة، أي السيل الشمالي 1 والسيل الشمالي 2 والسيل التركي في آن واحد، مع الحفاظ على ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا. وشهدت زيارة الرئيس الروسي إلى صربيا توقيع اتفاقيات تعاون بقيمة 200 مليون يورو. أعلنت منظمة أوبك أنها حققت تقدما في تجنب التخمة قبل الموعد الرسمي لسريان الاتفاق الجديد لخفض الإمدادات. وقررت المنظمة عقد اجتماعا مع حلفائها في 17 و18 من نيسان أبريل المقبل لمراجعة الاتفاق. وكشفت أوبك أنها خفضت إنتاجها الإجمالي بشدة منذ كانون الأول ديسمبر، أي قبل شهر واحد على الموعد الرسمي لتطبيق الاتفاق. هذا علما أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أعلن أن روسيا ليس بمقدورها إجراء خفض حاد في إنتاجها النفطي لأسباب تقنية، ردا على انتقادات سعودية.
ارتفع معدل التضخم في السودان إلى أكثر من 72% في كانون الأول ديسمبر، ارتفاعا من 68% في الشهر الذي سبقه. وكانت الحكومة قد أقرت يوم الخميس زيادة على أجور العاملين في القطاع العام في محاولة منها لتهدئة غضب الشارع. ويشهد السودان منذ منتصف الشهر الماضي احتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة نجمت عن ارتفاع الأسعار وفرض قيود على السحب النقدي من البنوك السودانية. في الخبر الأخير، عقبت محكمة مغربية 18 ناشطا فيما يعرف بحراك جرادة الذي اندلع العام الماضي في المدينة الواقعة في شرق المغرب احتجاجا على مقتل عمال مناجم فحم في السجن. وراوحت الأحكام ضد المتظاهرين بين عامين وأربعة أعوام. يذكر أن قضية وفاة عمال المناجم أثناء عملهم في ظروف غير إنسانية أثارت موجة تظاهرات وأضرابات في صفوف عمال المناجم وكذلك المتضامنين معهم. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية في العاشرة. نشكر لكم حسن المتابعة. المزيد من أخبار الاقتصاد في نشرة الظهيرة. عودة لك يا وفاة. شكرا لك عبد الله. شكرا. منذ انطلاق مسيرة العودة وتضحيات سكان القطاع تشكل دافعا لفناني غزة ليعبروا عن ثوابت قضيتهم ووطنهم، جكر معرض فني لخصت لوحاته أحداث المسيرات بأدق تفاصيلها. أحمد شلدان. في لحظاتهم التاريخية والمفصلية لا يدخر الفلسطينيون جهدا في تسخير كل الطاقات والإمكانات المتاحة دفاعا عن قضيتهم. وهنا يعد الفن بمختلف أشكاله مجالا يجيد فنانو غزة استغلاله لإيصال رسائلهم. أكثر من 9 أشهر من تضحيات وإبداعات الفلسطينيين في مسيرات العودة لخصتها لوحات هذا المعرض الفني هنا. الحجر والمقلاع والإطارات المشتعلة إضافة إلى انتهاكات الاحتلال بحق المتظاهرين، عناصر شكلت مجتمعة حافزا للفنانة رقية اللولو لتخط بريشتها حكاية وطن سليم. هاي المسيرات قادتني أني أنا ليش ما أعبرش وأكون جناح آخر للشباب ولحجم تضحياتهم عن طريق عمل لوحات فنية. الفن هو منصة ممكن أن ننطلق منها كفلسطينيين إلى العالم، وهذا كمان كان من خلال الانتفاضات السابقة. جكر هو عنوان المعرض الفني والذي سمي نسبة إلى الشارع الذي شقته المقاومة على الحدود الشرقية لقطاع غزة حيث تدور أحداث مسيرات العودة. معرض وجد تفاعلا من الزائرين الذين ما زالوا يعيشون تفاصيل هذه الرسومات. موضوع لسه عايشينه لحتى الآن، فيمكن عشان هيك في بعض التفاعل في بعض اللوحات كان شيء جميل. نعتقد بأن العمل الفني المقاوم إلى جانب المقاومة الفلسطينية الفعلية اتجاه المحتل، أعتقد بأنها يعني صنوان يلتحمان مع بعضهما البعض. في هذه اللوحات يتجسد الصمود في وجه الجرائم الإسرائيلية التي تركت أوجاعا في كل بيت فلسطيني، لكنها وكما يرى فنانو غزة أوجاع ولدت إبداعا في طرق تعبير الفلسطينيين عن قضيتهم العادلة. أحمد شلدان، غزة، الميادين. والآن إلى أخبار الرياضة مع زميل محمد جرادي. صباح الخير. صباح محمد الخير. كل جديد شكرا. رياضي معك، تفضل. أهلا بكم. أخفق منتخب لبنان في اللحاق بركب الدور الثاني لكأس آسيا في كرة القدم على الرغم من فوزه على كوريا الشمالية ب4-1 في الشارقة ضمن المجموعة الخامسة. الفوز كاد يكون كافيا لرجال الأرز لتحقيق مرادهم من بوابة نيل إحدى بطاقات أفضل 4 منتخبات حلت ثالثة في مجموعاتها، حيث تساوى في كل شيء مع المنتخب الفيتنامي باستثناء قاعدة اللعب النظيف بفارق بطاقة صفراء واحدة. لا أعرف ماذا أقول. الأمر يتعلق ببطاقة واحدة، ليس شعورا جيدا بالطبع. ربما لم يكن الحكم في جانبنا تماما في المنافسة كاملة، لكن ماذا عسانا نفعل الآن؟ كان الأمر بيدنا، فعلنا كل شيء، حصلنا على الكثير من الفرص لكننا لم نسجل. نعم أشعر بالحزن على كل لبنان، لكننا بحاجة لأن ننظر إلى الأمام وأن نتقبل النتيجة. أتينا إلى آسيا ونحن ندرك الآن مستوى كأس آسيا. منتخبات كالسعودية وقطر هي منتخبات تنضج من عام إلى آخر. آمل أن نتمكن في لبنان من فعل ذلك أيضا.
فلدينا الموهبة واللاعبون ممتازون. آمل أن يقدم اتحاد الكرة والجميع المزيد من الدعم للمنتخب. وفي المجموعة عينها حسم المنتخب القطري القمة الخليجية بفوزه على نظيره السعودي بهدفين. المعز علي عزز صدارته لترتيب هدفي البطولة بسبعة أهداف بعدما سجل مرتين في شباك الأخضر. وضرب المنتخب السعودي موعدا قاسيا مع نظيره الياباني في ثمن النهائي فيما يتواجه العنابي مع العراق. تابع الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيمه الأرقام القياسية بعدما قاد برشلونة إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا. تغلب الفريق الكتالوني على ضيفه ليفانتي بثلاثية سجلها الفرنسي عثمان ديمبيلي في مناسبتين، وأضاف الهدف الثالث ميسي، وعوض البروغران خسارته ذهابا بهدف لاثنين. الاتحاد الدولي لكرة القدم يواصل مناقشة جدوى زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا. رئيس فيفا جياني إنفانتينو أكد أن قرارا في هذا الشأن سيصدر في الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى إمكانية إقامة بعض المباريات في دول مجاورة. أبدى المغرب رغبته في تنظيم النسختين المقبلتين من كأس العالم للأندية على هامش مؤتمر الفيفا المنعقد في مدينة مراكش. وكشفت صحيفة الصباح أن رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقشع أبلغ رئيس فيفا باستعداد المغرب الاحتضان، وأكد جاهزية المملكة لتنظيم الحدث. نجح منتخب تونس في بلوغ الدور الثاني لمونديال كرة اليد بفوزه الحاسم على نظيره النمساوي بفارق 5 إصابات. هذا الفوز هو الثالث في البطولة لنسور قرطاج ليحل في المركز الثالث في المجموعة الثالثة بعد الدنمارك والنرويج. شهد اللقاء تقلبات عديدة، فتعادل المنتخبات قبل 10 دقائق من النهاية قبل أن ينقض محمد السوسي ورفاقه في الدقائق الأخيرة. ولحق منتخب مصر بنظيره التونسي إلى الدور الأساسي للبطولة بتغلبه على أنغولا بفارق 5 إصابات في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة. وضمن هذا الفوز الفراعنة المركز الثالث أمام قطر التي بقيت رابعة، وتأهلت بالتالي لخوض منافسات كأس الرئيس التي تجمع المنتخبات التي خرجت من الدور الأول. لم يجد روجر فيدرير صعوبة في مباراته الرقم 100 في بطولة أستراليا المفتوحة، وتخطى الأمريكي الشاب تايلر فريتز ب3 مجموعات. وعلى ملعب رود ليفر تأهل السويسري بهذا الفوز إلى الدور الرابع، واستعرض لمساته أمام فريتز فكسر إرساله 4 مرات. وفي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، تورونتو رابترز عزز صدارته للمنطقة الشرقية بفوز صعب على مضيفي فينيكس سانز بفارق سلة واحدة. الكونغولي سيرجي إيباكا كان الأفضل في الفريق الكندي بتسجيله 22 نقطة، وأضاف كايلي لوري 16 نقطة و9 متابعات و8 تمريرات حاسمة. هذا الفوز هو 34 لتورونتو مقابل 13 خسارة. كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية، نشكر لكم حسن المتابعة. عودة لك وفاء مجددا. نختم معك النشرة محمد، شكرا لك. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. دول الاتحاد الأوروبي تقاطع مؤتمر وارسو ضد إيران بحسب ما تنقل وول ستريت جورنال عن مصادر دبلوماسية. مقتل متظاهرين في أوسع موجة احتجاجات مطلبية تشهدها العاصمة السودانية. الاحتلال يهدم منزل الأسير الجريح خليل جبارين، ومنظمة بيت سلم الإسرائيلية تؤكد استشهاد عشرات الفلسطينيين العزل برصاص الاحتلال العام الماضي. وزارة الدفاع البريطانية تستدعي جنود الاحتياط تحسبا لبريكزيت من دون اتفاق. وتابعتم معشية انطلاق القمة الاقتصادية في بيروت، وزراء الخارجية العرب يعقدون اليوم اجتماعا تحضيريا. وتابعتم في النشرة أيضا الشوكولا أفضل دواء للسعال. شكرا للمتابعة، للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقع الميادين على الانترنت ميادين.net وباللغة الإسبانية spanol.meyadin.net. إلى اللقاء.